بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة اليوم تقول: أمران سيجعلوك أكثر حكمة. الكتب التي تقرأها والأشخاص الذين تلتقي معهم أو بهم، كلمات تلامس القلوب وشغاف القلوب. حقيقة أن حياة العقول وحياة الأرواح بما تقرأ. العقل أعظم غذاء نغذيه به هو القراءة، وكلما قرأت كتابا كلما زدت علما وزدت معرفة وزدت تجربة. الكتب تثري العقول، تصبح منور، تعرف. والمعرفة قوة أيها الإخوة، فلذلك كلما زادت معرفتك كلما زادت حكمتك في الحياة. وكذلك الأمر الثاني الذي يجعلك أكثر حكمة هو الأشخاص الذين تلتقي بهم. هناك نوعين من الناس، من الأشخاص اللي بتلتقي بهم مشان يزيدوك حكمة. إما أشخاص إنه لقاءك بهم يجعلك تتعلم درسا لا تنساه أبدا أبدا بحياتك، وأشخاص يتركوا عليك أثرا لا تنساهم هم، لأنهم أثروا بك في الجانب الإيجابي، أشخاص إيجابيين. الأوائل أو الصنف الأول اللي هم أهل السلبية تتعلم دروس حتى بالمواقف اللي مزعجتك أو ما حبيت إنك تخوضها مع هاي الناس، ولكن يا إخوة هؤلاء الناس أعطوك درس عظيم وصرت أكثر حكمة. كلما عرفت الناس وأنواع الناس وأنواع البشر كلما زدت حكمة في هذه الحياة. حتى إنك تعرف الناس السلبيين برضو بتزيد حكمة، بالمستقبل تقدر تتجنب المواقف السلبية، تتجنب التعامل مع السلبيين، تتجنب أن تكون سلبيا حتى. وإن كنت قد عاملت الناس الإيجابيين يعلمونك كيف تتسنم ذرى المجد، كيف تتقدم، كيف تنجز، كيف تحقق أهدافك، وهذا يزيدك حكمة في هذه الحياة. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.